وكان الغذائي مخدوم بالشيح. الشيح هذا فكرني في وقت التورايا، كنت مدير كتير داير الفتك في فرنسا، وشي هو كنت كل ما نتخبى لهم يفيقوا بيا. علاش؟ على خاطر كانوا عندي له عجبني غاز، خاطر نحب اللوبيا، نموت على اللوبيا. وشو من بعد فقت بهم، رجعت كل ما نروح لكاس معركة ندي ربطة نتاع الشيح مع الشارجر، باش هكذا الشيح يحارب لي غاز وانا نحارب الاستعمار.